من عادة النساء أن تكون ملابسهن طويلة مما يعرضها أحيانا لبعض النجاسات أو الأوساخ، فهل يجوز أن يصلين فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إنه من المعلوم أن المرأة بحاجة إلى الزيادة في ثوبها التي تكون من ورائها وتنسحب على الأرض طلبا للستر، وهذا شيء طيب، وهو مما يطلب من المرأة سترا لها وصيانة لها، ومروره على الأرض لا بأس به وتصلي فيه، إلا إذا علمت أنه أصابه نجاسة فإنها حينئذ تزيل النجاسة التي أصابته ثم تصلي فيه. أما ما لم تعلم أنه أصابه نجاسة فالأصل الطهارة، وكونه يمر على الأرض أو على وجه الأرض لا يضر ولا يحكم عليه بالنجاسة بمجرد الشك، الله أعلم. بارك الله فيكم، يعني ما لم تتيقن النجاسة أو تراها فيه فليس نعم عليها شيء، ما لم تتيقن نعم أنه أصابه نجاسة فالأصل الطهارة، يصلي فيه.